بعد مرور عام على قيام ثورة 25 يناير أكيد في قطاعات كتير اتأثرت، اللي منها قطاع السياحة اللي بيمثل 12% من الدخل القومي المصري واللي يمكن تأثر نتيجة طبيعية لقيام ثورة. والنهاردة الدكتور منير فخري عبد النور وزير السياحة عامل مؤتمر صحفي بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات للإعلان عن حصاد السياحة المصرية خلال عام 2011. خليكم معنا نتابع تفاصيل المؤتمر في لحظة بلحظة. يجب أن أعبر عن تقديري العميق لكل العاملين في قطاع السياحة، لأنهم ورغم الظروف الصعبة التي مرت عليهم تحملوا مسؤولياتهم تجاه العاملين في القطاع وواجهوا الظروف بجرأة وأمانة وشعور عميق بالواجب الوطني وشعور عميق بأهمية هذا القطاع الذي، وقد يكون من الواجب أن أذكر، يساهم في أكثر من 11% من الناتج المحلي، هو المصدر الأكبر للعملة الأجنبية في هذا الاقتصاد، يعمل فيه بشكل مباشر أكثر من 3 مليون عامل، يتأثر به الاقتصاد المصري بأكمله. فالشكر واجب لكل العاملين في هذا القطاع، لأنهم، وأقولها مقتنعاً، لأنهم واجهوا الظروف الصعبة بمنتهى الجرأة وبمنتهى الأمانة وبمنتهى الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه الوطن وتجاه اقتصادي، فشكراً لهم فرداً فرداً. أما عن الحساب فانتهت السنة ولم نكن بعيدين عن التقديرات التي قدرناها منذ منتصف هذا العام. تأثرت السياحة بالظروف الأمنية التي واجهناها جميعاً، ومن يتابع الرسم البياني لأعداد الوافدين إلى مصر سيجد ارتباط لصيق، وبستخدم كلمة ارتباط بمعنى الإحصائي، ارتباط لصيق بالأحداث الأمنية التي شاهدناها وعايشناها. كما سبق لي أن قلت، عندما توليت الوزارة في أواخر شهر فبراير كانت أرقام أو عدد السياح الذين حضروا لزيارة مصر في فبراير 2010 منخفضاً عن عددهم سنة 2010 بنسبة 80%، وهذا الفارق ظل يتناقص شهراً بعد شهر حتى وصل في شهر سبتمبر ل20%. وكنت آمل أن يتقلص الفرق تماماً في شهر ديسمبر أو في نوفمبر وديسمبر، الأشهر الأخيرة من السنة، إنما للأسف الأحداث وبالتحديد أحداث ماسبيرو يوم 9 أكتوبر الماضي ثم أحداث محمد محمود ومجلس الشعب أثروا تأثيراً بالغاً على أرقام السياح، خاصة في شهر نوفمبر وديسمبر، فعاد الفرق ليزداد مرة أخرى. مهما كان الأمر، دعونا نؤمل في سنة 2012
أكثر هدوءا، أكثر استقرارا، أكثر أمنا، بحيث يستطيع وطننا أن يجذب السائح بكل ما تمثله مصر من ثراء وغنى وتنوع للمنتجات السياحية. انتهت سنة 2011 ودخل مصر بالتحديد 9,854,000 بوكسون سائح. إن كنا نريد أن نقرب هنقول 10 مليون، وهذا الرقم ينخفض عن عدد الذين زاروا مصر من السياح السنة السابقة بنسبة 33%، وهي نسبة كبيرة، وانخفض عدد الليالي السياحية إلى 114 مليون بالمقارنة إلى 141 مليون السنة السابقة، وهذا الانخفاض نسبته 22%. والملاحظ أن انخفاض عدد الليالي السياحية انخفاض أقل بكثير من انخفاض عدد السواح، والسبب هو أن خلال سنة الإحصاءات تشير إلى أن خلال سنة 2011 كان متوسط فترة إقامة السائح في مصر 11.6 يوم بالمقارنة إلى 10 أيام سنة 2010. وهذه الزيادة يمكن تفسيرها بعدة تفسيرات، منها إقامة السائحين العرب الذين جاءوا إلى مصر ووجدوا في مصر ملاذاً هروباً من الأحداث التي كانت تشهدها بلادهم، وفي هذا الصدد أنا أشير بالتحديد إلى الإخوة الليبيين وآخرين من إخواننا العرب الذين جاءوا إلى مصر ومضوا فيها فترات طويلة. إنما أيضاً قد تكون لانخفاض الأسعار للرحلات السياحية أثر بشكل أو بآخر في مد السواح لفترة إقامتهم في مصر. وبنفس المنطق ولنفس السبب انخفضت قيمة الإنفاق اليومي للسائح في مصر. ومعنا الأستاذ توفيق كمال رئيس غرفة المنشآت الفندقية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. عام مر بعد ثورة 25 يناير وعام مر على السياحة بعد ثورة 25 يناير، إزاي تأثر قطاع المنشآت الفندقية بالأحداث السياسية اللي مرت على مصر في الفترة الأخيرة؟ هو طبعا يعني كلنا بنقول أحداث 25 يناير أو ثورة 25 يناير. ثورة 25 يناير كانت ثورة باهرة مبهرة ولفتت نظر العالم كله لمصر وشعب مصر، ولكن للأسف بعض الأحداث اللي هي تمت من فئات كثيرة أدت إلى تراجع المعدل السياحي أو التدفق السياحي لمصر. أكثر قطاع اتأثر لأنه هو أعلى استثمارات موجودة في قطاع السياحة هو قطاع الفنادق، لأنه أولا قطاع كثيف العمالة وبيعمل فيه مباشرة حوالي من 2-3 مليون مواطن مباشرة. القطاع ده اتأثر بشدة طبعا نتيجة انخفاض عدد السياح القادمين، وليس نتيجة الثورة ولكن نتيجة خطف الثورة من شباب الثورة حضرتك، وتصريحات غير مسؤولة من بعض الطيارات المتشددة أدت إلى انخفاض الأعداد مع وجود انفلات أمني في البلد، أدى ذلك إلى طبعا كارثة في هذا القطاع.
نسب الكارثة طبعا بتتفاوت في الأرقام من منطقة لأخرى، ولكن القطاع تأثر تأثر شديد، ولكن عندنا أمل إن هو في السنة الجديدة إن هو نبتدي نتعافى تدريجيا، لأنه يكفي إن احنا نعرف إن في 240 ألف حجرة فندقية تحت الإنشاء. طب هل هناك خطة استراتيجية لتنفيذ العودة إلى ما كانت عليه السياحة قبل العام الماضي؟ هو سيادتك الخطة طبعا موجودة، إن هو أهم حاجة فيها الجزئية اللي فيها إن الناس عندنا تهنى والإعلام يبطل يستضيف الطيارات الدينية المتشددة ويظهر ان مصر السياحة فيها خلاص هتنقرض. طبعا احنا ابتدينا دي حاليا مع حزب الحرية والعدالة، بنعمل اجتماعات ومؤتمرات، وبعض الاحزاب هتخرج معنا المعارض في الفترة القادمة ان شاء الله، لإثبات فقط انه مش ده الطيارات الدينية حتى لو وصلت للحكم، السياحة هي مصدر رزق للا يقل عن 6 مليون او 8 مليون مواطن، وهي الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية اللي بتمر بها مصر، زائد ان هي اللي هتقدر تخفض عملية البطالة ونشغل الشباب اللي هو نسبة البطالة بقت فيه فوق 19 و20%. هل حضرتك بتشوف التخويف من صعود الإسلاميين للسلطة ده، هل ده تخويف فعلي من 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 سيطرة الإسلاميين ومنعهم للسياحة، ولا ده فرقعة إعلامية هدفها تشويه السياسي للإسلاميين عموما؟ هو أنا بقول حضرتك زي بضيف برضو رأي لبعض السادة السياسيين الصح، إنه ما فيش أي سياسي النهاردة هيوصل للحكم ومش هيدور على لقمة العيش للمواطن المصري، هيبقى شغله الشاغر لو عايز يستمر في الحكم تحت أي ظرف من الظروف، إنه هو يخلق فرصة عمل للشباب، لأن هم اللي قام بالثورة مين؟ الشباب، نتيجة هيلة للبطالة وسوء العدالة والتوزيع بتاعة الثروة القومية. التخويف اللي هو موجود أنا شايفه إن هو ملوش يعني حاليا قيمة، بدليل إن هم ابتدوا بينضموا معانا علشان تعظيم موارد مصر السياحية أو تعظيم العائد الأساسي للسياحة في مصر. الأمن، عودة الأمن للشارع المصري، هل هناك اتفاق ما بين الوزارة، وزارة السياحة ووزارة الداخلية، على خطة معينة لإعادة الأمن للشارع المصري لمنح السياحة فرصة للرجوع إلى ما كانت عليه؟ هو سيادتك الأمن يعني ما اقدرش أقول خلال حتى من الثورة لغاية السنة دي ما حصلش حاجة يعني نقدر نقول مؤثرة أو غير طبيعية للسياح. حضرتك أنا أقدر أقول في انفلات أمني فقط لا غير، انفلات أمني من ناحية طريق بيتقطع على سايح ما يقدرش يوصل من حتة لحتة، وده ما يرجعش يمكن للأمن، يرجع لحاجة سياسية إن احنا برضو كمواطنين بنتصرف بطريقة غير مسؤولة. لما نكون عايزين نطالب لينا مطالب، من حقنا ان احنا نضرب، من حقنا ان احنا يعني نمتنع او نطالب بحقوقنا، ولكن في نفس الوقت بعدم تعريض الاقتصاد القومي نفسه لخطر. ما قطعش طريق سكة حديد، ما قطعش طريق سياحي من منطقة لمنطقة، فالمشكلة مش مشكلة أمن قوي حضرتك قد ما هي يمكن مشكلة توعية وسياسية أكتر، إنه هو يجب إن على الناس
تعرف انه احنا مش لازم نخطف الثوره اللي قاموا بيها شباب 25 يناير، وان احنا عايزين مطالبنا حاليا ودلوقتي. احنا ما اللي بنطالب بمطالبنا وعايزين حقوقنا دلوقتي مش احنا اللي قمنا بالثوره. خلوا الشباب اللي قام بالثوره يستفيد الاول بالثوره، ان هو يقف على الطريق الصحيح بتاعه، وانت بالتالي هتستفيد لانك هتاخد حقك لما النظام يبتدي يمشي في عدالة التوزيع وفي إعادة حالة الاقتصاد يعود مرة أخرى. طبعا لا جدال فيه ان عدد السياح اللي كانوا داخلين مصر السنة اللي فاتت هو في خلاف بيننا وبين بعض على الأرقام، لانه برضو سواء الداخلية لما بتحصل في الجوازات اي مصري مقيم في الخارج بيخش بباسبور اجنبي بيخش على انه سايح، فبالتالي ما بيسجلش، بيسجل كسايح ولكن هو مش سايح لانه بيجي ينزل في البيت عنده او في اي منطقة، سواء اخوة الليبيين اللي داخلين خارجين برضو ما انا ما اقدرش اعتبرهم سايح. انا بعتبر السايح اللي هو جاي بيزور مصر بينزل في فندق وبيزور مناطق سياحية ويستعمل كل الأدوات بتاعة السياحة. يعني هناك اختلاف على البيانات اللي موجودة؟ البيانات اللي موجودة طبعا حضرتك. بالنسبة للإنفاق السياح، طبعا إنفاق السياح تأثر لعدة أسباب. السبب الرئيسي في حرب أسعار معلنة بين الفنادق وبعضها وبين شركات السياحة وبعضها. ليه معوض الطلب اقل من عدد الاوض اللي معروض في السوق؟ صاحب المكان عنده مشكلة، عنده اجور لازم يدفعها، عنده تأمينات اجتماعية، عنده فواتير كهرباء، وزي ما حضرتك عارف ما يقدرش يقصر في اي من دول لان فنادق كتيرة حققت خسائر العام الماضي، فبالتالي بتعمل حرب اسعار بينزلوا الاسعار، فبالتالي السعر بيقل اللي هو بيصرفه السايح لما بيجي مصر. ومعنا الاستاذ حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. عايز اعرف تأثير العام الماضي بكل ما حدث فيه على الشركات السياحية عموما، وهل الشركات السياحية بعد الضرر اللي وقع عليها دوت شايفين انه التمن اللي هم دفعوه ده اهم من الحرية ولا الحرية اهم؟ هو طبعا الشركات السياحية دفعت يعني مبلغ عالي جدا في الثورة، وحصل طبعا الشركات تأثرت تأثر كبير جدا، دخل الشركات تأثر بنسب خاصة الشركات اللي بتشتغل في السياحة الوافدة بنسبة 80-90% تقريبا ما فيش دخل. فسنة 2011 كانت سنة صعبة جدا على الشركات وعلى قطاع السياحة عموما، حصل طبعا انخفاض وفقدنا مبلغ كبير جدا من الايرادات وفقدنا اعداد كبيره جدا من السائحين في 2011، ربنا سهل ان نكون نقدر عليها في 2012. لكن طبعا الحريه ملهاش ثمن، والحريه طبعا مبسوطين بيها وسعداء بيها. لكن انا في تخيلي ان ما بعد 11 فبراير تمام ده كان الدفع فيه ثمن ملوش لازمه، ما قبل 11 فبراير وتنحي الرئيس السابق ده تمام، ما بعد ذلك ده أثر علينا. كنا ممكن بدون كل العنف اللي حصل دوت وبدون كل هذه المظاهرات وبدون كل اللي حصل كنا ممكن خسائرنا تنزل بنسبة كبيرة جدا. يعني كنا لو الموضوع كان انتهى بالتنحي يبقى احنا كنا ما كناش خسرنا حاجة تقريبا، كنا حافظنا على مكانتنا السياحية وحافظنا على السائح اللي بيجي لنا. احنا خسرنا سياح كتير طبعا، مطلوب مجهود جامد جدا ان احنا نرجعهم. يعني بالنسبه للطيارات السياسيه او الاسلاميه عموما اللي بيتم التخويف منها على النشاط السياحي، هل ده فعلا موجود ولا ده فرقعه اعلاميه هدفها تشويه الاسلاميين؟ لا الحقيقه احنا عدنا مع القيادات الطيارات الدينيه وقيادات الاحزاب اللي طيار ديني، حزب النور وحزب الحريه والعداله، والناس طمنونا جدا على السياحه والناس بيدوروا على مصلحه مصر، وشايفين طبعا زي ما كنت سامع دلوقتي الوزير وهو بيتكلم جوه ان مفيش حد بيدور على مصلحه مصر يقدر ان هو يستغنى عن السياحه او يضعف السياحه، وهم الحقيقه وطنيين وبيدوروا على الوطن، والاقتصاد تعبان
وفرص عمالة زي ما سمعت كل مليون سائح بيدي 200,000 فرصة لشاب مصري. فموضوع ما فيش حد عاقل يقدر يستغنى عن السياحة خالص، وهم الناس متفاهمين ذلك، وبل مدونا يد العون ان زيادة السياحة، وقالوا لنا طلباتكم في الغرف الدهنة والخطط بتاعتكم الدهنة، وهم هيتبنوها وهيساعدونا في تنمية السياحة زيادة ان شاء الله. هل هناك خطة متفق عليها بين غرفة شركات سياحية والوزارة لتنمية عمل الشركات السياحية للعام القادم؟ هو التنشيط طبعا، هيئة تنشيط السياحة هي اللي بتقوم بالتنشيط السياحي، مجلس إدارة الهيئة ممثلين فيها رؤساء الغرف، أنا فيهم في مجلس إدارة الهيئة، فبنجتمع باستمرار وبنراجع الخطط لما يتناسب مع الموقف اللي احنا فيه. فدلوقتي طالعين كم معارض كبيرة في الفترة الجاية، يبتدي من الأسبوع دوت أسبانيا، وبعديها إيطاليا، وبعديها في معرض كبير أكبر معرض في العالم اللي هو الـ ITB في برلين، ومصر هي ضيفة الشرف، والهيئة صراحة قايمة مجهود كبير جدا في عمل دعاية قوية جدا في معرض الـ ITB لمصر. بالنسبة للقوى السياسية اللي هتشارك في المعارض دي، هل في وجود للتيار الإسلامي معاكم في الغرف دي ولا لا؟ لا، هي الغرف موجود فيها الناس مهنيين بأيا كان طياراتهم، يعني الناس اللي منتمين للسياحة بأيا كان الباك جراوند بتاعه أو طياره إيه موجود معنا في الغرفة وبيشارك. والمعرض ده مفتوح لكل الناس، يعني المعرض أي قطاع عايز يروح سواء كان خاص أو سياحة أو عام يقدر يروح المعرض، لأن المعرض ده مهني ومفتوح لكل الناس يعني. بالنسبة للوجود الأمني، الوجود الأمني يمكن بيمثل السبب الأكبر في تراجع السياحة في مصر. عايزين نعرف هل في تعاون ما بين الوزارة وما بين وزارة الداخلية لفرض خطة أمنية معينة لتأمين الأماكن السياحية في مصر وعودة الشارع المصري لما كان عليه قبل الثورة؟ طبعا وزير الداخلية الجديد باذل مجهود جامد جدا، والحقيقة عمل معنا اجتماع مع الغرف، احنا كنا معاه في اجتماع من 4 أيام، وكان في وجود مساعد الوزير رئيس شرطة السياحة، والناس الحقيقة حاطين خطة لتأمين الأماكن الأثرية وتأمين السياحة وعودة الأمن. بل أنا أقدر أقول لك إن في إحساس إن هي فعلا الأمن أقدر أقول إنه رجع وفي بداية رجوعه، وده المسج اللي إن شاء الله المعارض الجاية دي هنبلغه ونوصله. ووزير الداخلية طمنا إن هم في حاطين إن السياحة، ورئيس الوزراء اتكلم معاه إن من الأولويات هو الأمن علشان عودة السياحة، وأنا متفائل جدا بعد الاجتماع مع وزير الداخلية إنه فعلا الأمن ابتدى يرجع، وزي كلمته اللي هو المشهورة الأمن إحساس، أنا عندي الإحساس إن في أمن دلوقتي، وده اللي هيدينا مصداقية وإحنا بنسوق مصر في المعارض الجاية إن شاء الله. حضرتك شايف الإعلام ليه دور في وجود السياح في مصر من عدمه؟ يعني حضرتك شايف الإعلام المصري ليه دور في تخويف السياح من النزول لأرض مصر ولا ده أصلا مش موجود؟ لا، ليه دور كبير طبعا. بص، الإعلام هو اللي بيحرك كل حاجة، والإعلام مهم جدا سواء في إيجابي أو سلبي طبعا، وأنا ملتمس العذر للإعلام اللي بيدور على الأخبار السلبية أكتر من الإيجابية، بس كثرة الأخبار السلبية وكثرة الناس اللي بتتكلم بطريقة سلبية وكثرة مشاهد العنف اللي ممكن تظهر في التلفزيون دي ضربة قاتلة لينا، لأن كل التلفزيونات اللي بره بتنقل منها، يعني بينقلوا عن التلفزيون ويقولوا التلفزيون المصري حتى لو مش هو المصري الحكومي لكن تلفزيون مصري، فبينقلوا لو في أي أخبار أو حديث أو حد طلع قال تصريح أو أي حاجة زي كده بتنقل فمطلوب يعني يكون، ما اقدرش أقول له اشتغل في الإيجابي على طول عشان ما يقولش دي يعني من المهنة بتحتم إن هو يشتغل في السلبي، لكن لازم يكون في توازن ولازم يكون في تركيز على الإيجابي، ولازم نتكلم شوية اقتصاد. يعني أنا يعني نفسي إن الإعلام يركز اقتصاد، زي نبني سياحة، نبني صناعة، نبني زراعة، زي نبني مصر، ده يا ريت الإعلام يركز على كده. شايف بتطلب الشعب المصري بإيه في الفترة اللي جاية علشان يرجع الاقتصاد بتاعنا زي ما هو؟ أطالب الشعب المصري إنه الهدوء، وإنه نرجع نشتغل، وإنه كل واحد يشوف شغله ويعرف يعمله بس، وأتمنى إن كل واحد بيحب مصر يحبها من خلال تأدية واجبه ووظيفته، ما يحبهاش بالنزول للشارع والعنف لا، اللي يحب مصر يأدي في وظيفته، ودي رسالتي يعني، ودي الرسالة اللي أنا أحب أوجهها لكل الشعب المصري، اللي يحب مصر يركز في الوظيفة بتاعته يأدي وظيفته، هو ده الأكبر نجاح لمصر وهو ده اللي هيبني مصر. شكرا. بالنسبة لقضية الشباب اللي تم تسريحهم من الشركات السياحية بعد الثورة،
وده يمكن بيرجع لأكيد قلة الشغل، يعني أكيد مفيش سياح، عشان كده ما بيبقاش فيه عمالة زي ده. فإيه موقف شركات السياحة من الشباب دول، وهل تم تعويضهم ولا في خطة لده؟ لا ده قليل جدا على فكرة. القطاع السياحي مش أو يعتبر ما مشاش، لأنه هي في ميزة إن الصناعة السياحة أصلا صناعها بتعتمد على الأيدي العاملة وبتعتمد على الناس. فطبعا القطاع السياحي ما يقدرش يستغنى عن العمالة المدربة، فكل الناس مستحملة وبتحاول تدبر المرتبات وتدبر الناس أمورها على أساس إنه ما يقدرش أي عمالة بنستغنى عنها. هي دي أكبر خسارة لما السياحة ترجع، ما نقدرش نبتدي مع عمالة من جديد من الصفر. فطبعا لا أنا بأكد لك إن نسبة قليلة جدا، ولو إن الدخل قل جامد، لكن القطاع ومثل في القطاع الخاص كشركات وكفنادق بتحارب وبتدافع جامد جدا إن هي ما تستغناش عن أي حد. طب ثبات الشركات السياحية والسياحة عموما في مصر رغم وجود تراجع وصل لنسبة 33%، ده حسب النتيجة اللي يمكن قالها سيادة الوزير النهاردة، حضرتك بترجع ثبات الشركات السياحية ده لإيه؟ بص حضرتك، أنا أرجعه إن السياحة صناعة قوية في مصر، وإن مؤهلات والحاجات اللي ربنا ادهنا في السياحة لمصر بتؤكد إن السياحة صناعة أساسية وصناعة متينة ولا تتأثر، وزي ما بنقول السياحة تمرض ولا تموت. هيزل السياحة تيجي وهتفضل السياحة تيجي، هنفضل ننزل ونطلع ننزل ونطلع، ولكن السياحة بتفضل تيجي. شكرا لحضرتك. شكرا. تابعنا معاكم النهاردة من خلال مؤتمر حصاد السياحة المصرية خلال عام 2011 تفاصيل تراجع السياحة المصرية لنسبة 33% حسب الإحصائية اللي أعلنها وزير السياحة النهاردة. كمان تابعنا القضايا اللي بتخص السياحة اللي منها الأمن ومنها صعود الإسلاميين. خليكوا دايما معانا، تابعوا كل اللي بيحصل لحظة بلحظة.